يواصل حزب مستقبل الوطن توزيع كراتين المواد الغذائية على الأهالي في محافظة البحيرة في إطار مبادرة كتف في كتف. تأتي المبادرة في إطار التوجيهات الرئاسية لتقديم الرعاية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا. أقصر طريق قائد كتيبة الأمل لمستقبل الوطن كل يوم بتبني. شكرين وربنا يديك الصحة. الله يبارك له، كل سنه وهو طيب ويعود لها بخير يا ابني. الله يكفيش، الله يستر، الله يبارك له ويستره معاه. الله يبارك في من يؤتمن كل يوم معك يا سيسي مصر في ازدهار. الله يسترها معاه وفي شر المرض ويعود عليه ايام بخير يا رب. الله يصلح حاله يا رب. طوبة وتعلي الجدار. يعينه ويقويه على مصر. تحيا مصر. الامل لمستقبل الوطن. كل سنة وانت طيب يا ريس، وتحيا مصر، وكفيك شر المرض زي ما انت بردينا، وربنا يكرمك زي ما انت وراد الغلابي ويسترها معاك زي انت ما سترنا. كل سنة وانت طيب يا ريس، وربنا يخليك، وتحيا مصر. كل سنة وانت طيب يا ريس، ربنا يخليك ويخليك للي زينا، وتحيا مصر.